استغلال المعلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الأولى الشرطة القضائية بأمن ولاية جلف تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج وبيع أقراص ملوثة على مستوى أحياء مدينة جلف. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات مكنت العملية من توقيف أحد المشتبه فيه ويبلغ من العمر 21 سنة. انضبط بحوزته على كمية معتبرة من الأقراص الملوثة تقدر ب 3550 قرص. وبعد استيفاء واستكمال ملف إجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيه أمام محكمة جلف.